بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الثالثة أو اللقاء الثالث من الماسترنج أوتوكاد أدفانسد. أوتوكاد أدفانسد دي ثالث مرة. احنا اتكلمنا قبل كده على المواضيع ديت كلها، اتكلمنا عن اللايرز والتكست انوتيشن انوتيشن تكست، اتكلمنا عن التيبلز والديناميك بلوك، وقفنا عند الاتريبيوتس، وهنبتدي نكمل. تمام يا جماعة؟ طيب هنتكلم على الاتريبيوت. هو ايه الاتريبيوت؟ نرجع للاوتوكاد، وكنا بنعمل مثلا عايزين نكتب جوه تكست، هنقول مثلا دي فاونديشن. كان بتعملنا مشكله ان كل اف 1 كل قاعده عايزين نعمل لها قال لك طيب احنا التكست اللي موجود جوه البلوك هنعمل كده، نجرب البلوك كده، نعمل ايه اف اكس ماستر، دي بقى قاعده بمقاس الماء قاعده رقم واحد. طيب انا عايز اعمل القواعد دي متغيره مع البلوك نفسه، يعني مثلا اف 1 واف 2 واف 3 هي في المقاس واحد. ولكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام كده سامعين؟ تمام. النهارده المحاضره الثالثه، هنبتدي من البدايه. ان شاء الله النهارده المحاضره الثالثه من او اللقاء الثالث في اوتوكاد ادفانسد. احنا عايزين بنكتب فيها تكست، فعايزين نغير الرقم ده. ممكن يكون عندنا مثلا ثلاث، لو عملنا بلوك مثلا لرقم الشباك او الباب، فعايزين نغير كل مره الشكل، عايزين الشكل ثابت ولكن الرقم يتغير. فعملوا ايه؟ قالوا احنا هنعمل حاجه اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت هو تكست بالظبط، ولكن بيتعامل معاه ازاي؟ بيتعامل ان هو تكست جوه البلوك. فالتكست العادي هيتنيه ثابت مش هيتغير، والاتريبيوت هيتغير قيمته. طب نعمله ازاي الاتريبيوت؟ وهنكتب مثلا ده تكست عادي اتريبيوت. هنعمله ازاي؟ هنكتب ATT الامر اهو، هو اتريبيوت ديفينيشن. اتريبيوت ديفينيشن هيفتح معانا الشاشه دي. طبعا اللي يهمنا هي دي اهم حاجه فيهم. ليه؟ انفيزبل ده هيتعمل، هيبقى اتريبيوت ولكن غير مرئي. لما دبل كليك على البلوك هيبان، ولكن مش هيبان في الطباعه ولا حاجه زي كده. تمام؟ اللي هم بلوك اللي هو ايه؟ اللوك بوزيشن هو اهم حاجه عندنا. انسيرشن بوينت سبيسيفاي اون سكرين عشان احطها. تمام؟ التاج هتبقى الاف نمبر الفاونديشن. تمام؟ وات از الديفولت اف 01 او اف 1 عشان ما يبانش ايه لخبط اف 1. تمام. الجاستيفيكيشن بتاعها التكست ستايل حسب ما انا برضه بحدد. انا بيبقى عندي كشركه يبقى ليا عندي ستايل تكست ستايل محدد، فانا بشتغل عليه. التكست هايت احنا قلنا بيبقى هيبقى كبير شويه اللي هو 3.
تمام، نقول له اوكي اهي هتنزل هنا. طبعا شكلها كبيره شويه، هنمسح التكست العادي، هنسيب التكست دلوقتي عشان نبين الفرق فينا عندنا. تمام كده يا جماعه. طيب هنقول له كلوز سيف، مش باينه. احنا قلنا الحكايه دي قبل كده، ليه يا جماعه مش باينه؟ لان الاتريبيوت ما بيتقريش من اول مره عامه، في ساعات بيتقري بس عامه من حاجه اسمها اتريبيوت سينكرونايز، اي تي تي اس واي ان سي، اتريبيوت سينكرونايز. دي بتقول له روح وطلع لي البريفيو منها كل الداتا اللي فيها. فهقول له انتر، هيقول لي ايه سيلكت ولا النيم؟ هقول له سيلكت طبعا. هروح مثال اعمل سيلكت على ده، يقول لي اتريبيوت بلوك اف اكس، او بيقول لي رقم البلوك اهو اسم البلوك. طبعا ما ظهرش، احنا كنا عملناه فيزيبل. هندخل على البلوك ونشوفه ماله، هنعمل اتريبيوت سينكرونايز، هنقول سيلكت يس، ظهرت اهي يا جماعه. نعمل دبل كليك عليها هتظهر هنا كده. طيب في كام نقطه عايزين نتكلم فيهم هنا. لو عملنا ميرور هيحصل ايه؟ بصوا يا جماعه، هتلاقي ان التكست اتقلب، انما الاتريبيوت زي ما هو عدل. فالتكست هتلاقيه بس مقلوب ازاي. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، لو حبينا نحط اتريبيوت تاني مع ده، ففي ناس بتروح واخدها كوبي كده على طول وتروح فاتحه وتروح مغيره هنا ده. اهم حاجه يا جماعه ده التاج يتغير، انا هسيبه كده ثابت وهنشوف هيحصل ايه. نقول له اوكي وات از مثلا هايت، وات از فاونديشن، انا عايز احط الهايت بتاعها هايت. ال 500 مثلا. شوف انا سايب التاج زي ما هو، البرومبت كويتشن غيرته والديفولت غيرته، هقول له اوكي وبعدين هقول له سيف. نعمل اتريبيوت سينكرونايز اهو، شوفوا ظهروا الاثنين ازاي. دي حاجه. بصوا الاثنين عملوا ازاي هنا، ليه؟ عشان الاثنين نفس الاسم. طب لو عملنا دبل كليك هنا عشان نعدل، بصوا هنلاقي واحد بالاسود لونه عادي اسود، واحد احمر. اديني تحذير هنا، الاثنين دول التاج استيكات ثابت، التاج متشابه. لازم التاج يكون مختلف، لازم التاج يكون ايه؟ مختلف. لما ادوس على دي هلاقي التاني احمر، يعني بيقول لي ده ما ينفعش. ادوس على ده هيقول لي التاني احمر، ما ينفعش. يبقى لازم اخلي التاج مختلف. هروح داخل على البلوك اديت وهقول له غير لي واحد فيهم، انا عايز اغير ده. هقول له فاونديشن هايت داش هايت بلس اتش هايت، والباقي كله متغير تمام. هقول له طبعا هنا ما ينفعش مسافات في التاج، ما ينفعش مسافات. هنا ممكن نحط مسافات، وهنا الديفولت اللي بيظهر طبعا اي حاجه بتظهر. هقول له اوكي اهو، غير هنا الديفولت بتاع التاج. هقفل، هقول له سيف. برده نعمل اتريبيوت سينكرونايز اي تي تي اس واي اتريبيوت سينكرونايز. طبعا ده ما رجعش لان هو ايه اتقلب طبعا، فخلاص هنمسحه ونعمل ميرور تاني كده اهو. نعمل دبل كليك عشان نعمل اديت، دبل كليك عشان نعمل اديت، هنلاقي الاثنين بقى لونهم اسود عادي، مفيش حاجه احمر فيهم. تمام كده يا جماعه. تمام كده يا جماعه. طيب
what is difference between attribute and text قلناها defining attribute redefining blocks with attribute دي عملناها extracting attribute. طيب انا جيت يا جماعه هنا عملنا القواعد هنغير الداتا بتاعتهم هنقول ده اف 1 وده 600 تمام ودول 700 650 اهم دول 1000 دي اف 2 واف 2 هتبقى 700 اف 3 هتبقى 900 الداتا كده باينه يا جماعه عايزين نطلعها في جدول عايزين نعرف الجداول في حاجه اسمها الداتا اكستراكشن داتا اكستراكشن والسيف والسيف ظهرت معانا اهي الشاشه نفتحها من تاني من الاول اقول له تولز قائمة التولز داتا اكستراكشن اهي بيقول لي كرييت نيو داتا فهقول له يس هيسالني يروح يحطها فين فطبعا دي بحفظها في الفولدر بتاع الملف عشان ما تبقاش بعيد عنه وابقى عارف ان في هنا داتا لانه بيكتب في ملف خارجي اسمه دي اكس اي هسمي نفس الاسم فاونديشن سيف اهو كتب اسم الملف فين مكانه اللي هو الاوتوكاد اللي انا هشتغل عليه عايز احط ملفات جديده كده ياخد الفولدر كله كده ياخد ملف معين هقول له مثلا اد عشان يجيب لي من ملف تاني هحطه هنا او اشيل ملف تمام طبعا اقول له نيكست طبعا انا مش هخش في التفاصيل قوي لان ده لي مره بتاعته مخصوصه اقول له نيكست بيقرا الداتا اللي موجوده في اللوحه اهو جاب لي الحاجات كل الاوبجكتس اللي موجوده في اللوحه فانا عايز البلوك اللي اسمه الاف اكس طيب انا عايز اظهر بلوكات بس هنا بيقول ديسبلاي اول فهقول له لا اظهر لي ديسبلاي بلوكس اونلي ماشي في ديسبلاي نون بلوكس لو دخلت هنا هيختفي البلوك من هنا وهيظهر البلوك وهنا هقول له ديسبلاي بلوك ويز اتريبيوت اونلي طبعا لو في بلوك من غير اتريبيوت كان هيختفي انما ده موجود لوحده فهو اللي ظهر هقول له نيكست جاب لي كل البروبرتس اللي موجوده في البلوك هنا احنا عايزين مثلا ايه عايزين اتريبيوت بس هي دي هنشيل الباقي اهم جاب الفاونديشن هايت والفاونديشن نمبر الاثنين متحققوا تمام نيكست ده الشكل بتاعنا اللي هيظهر فهقول له كومباين تمام في حاجه عايز اغيرها او حاجه اشيلها الكاونت كولوم ده اللي هو ده فانا عايز احط الكاونت كولوم عشان اعرف العدد والنيم كولوم اللي هو نيم البلوك لان البلوك طبعا احنا عارفين هو واحد بس فمش محتاج فادي الهايت وادي الفاونديشن الفاونديشن عايز اجيب دي في الاول اروح جايب ادوس عليها زي الاكسل عادي ادوس هنا كده مش زي الاكسل زي الويندوز الاوتوكاد بتاع الاكسلورر بتاع الويندوز بدوس وبعدين اسيبه اجيب هنا هتلاقوا في خط ظهر ازرق هنا اهو هسيب هيجيب لي الفاونديشن الاول العدد الفاونديشن بتاعتها والهايت وعايز الكاونت بعد الفاونديشن اهو جبته هنا يبقى يجيب الفاونديشن كذا عددها كذا الهايت بتاعها كذا طب انا عايز يرتب حسب الفاونديشن هروح دايس على الفاونديشن اهو بجيب الاف 1 في الاول بعد كده اف 2 طب انا عايز اعمل بكولوم تاني اهو بقول له اختار الحاجه التانيه اللي نعملها هنقول في وقتها بقى طبعا نيكست هنا بيقول لي النوعين عايز تعمل انسرت داتا في التيبل تيبل هنا بس جدول اقول له نيكست ستاندرد وكل حاجه تمام تمام نيكست نيكست فينش هينزل معايا جدول هنا اهو تمام كده يا جماعه نزل معانا اف 1 اف 2 اف 3
وادي عدد كل واحد وادي الارتفاع بتاع كل واحد. طبعا لو غيرنا هنا الاثنين دول مثلا عايزين نغيرهم نخليهم 500، بقوا 500 هنا بس في الجدول مش هتلاقيهم 500. نعمل سيلكت على الجدول ونعمل رايت كليك في حاجه اسمها ابديت تيبل داتا، اهي ظهر واحد جديد اللي هو اف 3 اللي هو ارتفاع ده 900 بتاعنا اللي هو 500 اهو، 500 اهو. اف 2 كان 700 بس بقى عامل 500 و700. ممكن بقى ناخد فرصه بس عشان الحته دي مهمه شويه فنجربها شويه يا جماعه، بس فرصه تجربوها 3 بس تجربوها. جربتوا يا جماعه؟ مهندس ادم ممكن ملخص من اول المحاضره. هي دي يا باشمهندس ادم، سامعني يا باشمهندس؟ انا هي دي اول المحاضره، احنا لسه ما عملناش حاجه تاني، ما عملناش حاجه قبل كده. يعني حضرتك دخلت امتى؟ طبعا ما عملناش حاجه، يعني احنا لسه اول حاجه هي اللي نعمل الاتريبيوت. انت كنت معانا في عمل الاتريبيوت؟ طب يا جماعه في حاجه تانية يا جماعه الموضوع مش طيب، حد يا جماعه تاني مع الموضوع واقف قدامه؟ طب ممكن يا باشمهندس عمر نعيد بس عشان في ناس لسه داخله، فهنعيد عشان الناس اللي لسه داخله دي، هنعيد بسرعه اللي حصل. احنا عندنا يا جماعه عايزين نحط الاتريبيوت. ايه الاتريبيوت؟ هو بالظبط زي التكست. احنا لو جينا في تكست في اللوحه كان في زمان بنعمل بلوك، زمان لما نعمل بلوك في تكست فما بيظهرش معانا، او نيجي نعمل دبل كليك عليه ما بيظهرش، لازم اعمل بلوك جديد بمقاس جديد بكل حاجه. فلان في حاجه اسمها اتريبيوت، هعمل ريكتانجل كده واحط واعمله بلوك اديت. طبعا انا ممكن اعمل البلوك الاتريبيوت في الاول او في الاخر مش تفرق معايا، هي فهعمله مره جوه قبل في الاول خالص اللي هو الفاونديشن او الويندو نمبر بقى دلوقتي ويندو نمبر عشان المعماريين ويندو نمبر. دبليو داش 01 تمام. هنشيل انفيزبل دي، انفيزبل دي عامة بيبقى البلوك موجود. حاضر. ال الاتريبيوت بيبقى موجود بس مش ظاهر، فاحنا هنعمل كذا اتريبيوت منهم الانفيزبل ده، بس احنا سيبينه دلوقتي مفتوح عشان نشوفه. جبنا الليفت الجاستيفيكيشن بتاعه والتكست ستايل وهنقول له اوكي، كتبه اهو محطوط هنا اهو كده. وهنعمل بلوك ده ويندو نمبر، بس هنصغر بقى شويه عشان الويندو صغير. نحط حاجات تانية معاه، نعمل ويندو نمبر بيجمنت اهي الاوبجكتس اهي، وهنقول له اوكي تمام. ويندو نمبر اهو هيظهر لنا الحته دي. طيب عايزين احنا عملناه مره دلوقتي بره قبل ما نعمل البلوك، طب عايزين نعمله جوه البلوك. هناخد اي تي تي، هيظهر معانا اي تي تي اتريبيوت ديفينيشن، اي تي تي دي اي اف اللي هو اتريبيوت ديفينيشن تمام. هقول له اعمل واحد، عايزين مثلا ايه التايب، ده عملنا النمبر خلاص. طيب الماتيريال بتاعته الويندو ماتيريال، ماتيريال
مثلا هنقول ايه؟ قول مثلا خشب، تمام؟ وهنقول له اوكي. طيب انا مش عايز الماتيريال دي تبان في اللوحة، هعملها انفيزبل، يعني انا هصغر كده على قده اهو، همسك دي واحطها ايه، اخليها في على اليمين هنا في البروبرتيز، هلاقي في حاجه اسمها هنا ايه انفيزبل اهي، هقول له يس انا مش عايزها تظهر، واقفل وهقول له سيف، ظهر معانا اهو. نعمل له اتريبيوت سينكرونايز اي تي تي اس واي ان سي، تمام؟ دي نعملها ليه؟ عشان يقرا الداتا من البلوك، من البلوك نفسه. انتر، فبيقول لي عايز اسم تكتب اسمه ولا نعمل سيلكت، اقول له سيلكت، وبعدين ناخد سيلكت للويندو اهو، تمام كده يا جماعه. ما ظهرش الماتيريال، ولكن لو عملنا سيلكت هنا هنلاقي الماتيريال ظاهره في البروباتس. الماتيريال ظاهره في البروباتس هنا، ولكن مش ظاهره في الكتابه هنا. ليه؟ لان هي عاملينها انفيزبل. طيب نعمل بروك ايديت تاني، في مشكله هتقابلنا لما نيجي نكتب تكست عادي، تكست عادي جدا، هنقول له اوكي. تكست اهو اوكي، تمام. وعايزين نعمل اتريبيوت تاني، ناخد كوبي من ده. في ناس بتروح على طول عامله ايه، كوبي لده وتروح عامله واحد تاني، هتقول ويندو نمبر، هيبقى ويندو مثلا الهنجز بتاعه المفصله. طبعا اتفقنا ان التاج لازم يكون مختلف، اول شرط فيه يكون مفيش اتنين اتريبيوت بنفس التاج، و تاني حاجه ما يكونش في التاج مسافات، تمام. طيب عملنا الهايت اهو، وطبعا هنعمله انفيزبل زي برضو زي الاخوه. فجينا بقى عايزين نعمل الويث بتاعه، هناخد كابل لده وهنكتب ايه، الويندو الويث بتاعه. انا نسيت التاج زي ما هو عشان نشوف هيظهر ايه. الويث بتاعه مثلا ايه 1000، تمام. وهنيجي على ديت نكتب الهايت بتاعه 1200، تمام. تمام كده يا جماعة. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ نعمل كلوز سيف، موجود هنا اهو. نعمل اتريبيوت سينكرونايز عشان نظهر الحاجات اللي موجودة. اي تي تي اس واي ان سي اهو. سيلكت، نعمل سيلكت ليه، انتر اهم. ما ظهروش ليه؟ لان التلاتة دول انفيزبل. طيب لما يجي نعمل ميرور، لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الاتريبيوت اهو ما حصلوش حاجه، زي ما هو اتجاهه عادي، انما التكست حصل له ايه؟ اتقلب، تمام. فنخلي بالنا من الحته دي، لان ادام حاجه اتقلبت يبقى ده تكست مش اتريبيوت، زي ما هي بقى اتريبيوت. طيب نيجي نعمل اديت بقى لده. ملاحظين ايه هنا؟ ملاحظين ان الويندو اللي احنا عاملينه في الاول خالص اللي هو W01 اهو لونه اسود عادي، والماتيريال برضو اسود بس هو انفيزبل، مش مهم. الهايت اتنين اهم حمر، ليه؟ بيقول لك التاج ده مشترك بينهم هما الاثنين، فدي مشكله عندك لازم تحلها. فانا لازم ارجع احلها، لان دي هتعمل داتا اكستراكت مش هتطلع معايا كويسه. لازم التاج يكون مختلف في كل واحد فيهم. هقول له اوكي، تمام. هرجع للبلوك تاني، اعمل له بلوك اديت واقول له اوكي، واجي بقى دعيت على الهاي ده خلاص. نخش بقى على ايه؟ على التاني ده اللي هو الويتس بتاعنا، اللي هو ده الويتس. هنلاقي كل الداتا على فكره يا جماعه في البروبرتيز هنا اهي،
دايما يا جماعة نحاول نفتح البروبارتيز دايما عشان تلاقي فيها تمام. طيب احنا عايزين بقى التاج بتاعنا هون هنغيره من ال H لل Width. لسه احمر، حد يعرف يقول لي ليه احمر لسه ما جاش؟ ما بقاش الناس بتعايز زي الغري التانيين. يا جماعه تمام نحلها ازاي الحته دي؟ الاثنين لسه احمر هنا هم، عايزين نخليهم اسود زي ده عشان يبقى كل التاج ما احنا غيرناه جوه البلوك، التاج غيرناه بس مش ظاهر هنا، هنعمل ايه؟ هنكتب اتريبيوت تمام يا باشمهندس اتريبيوت سينكرونايز سيلكت، هو بيتغير هو بيقرا لوحده، هنقول له يقول هو بيقول لي بقى بلوك دبليو 0 دبل نمبر، هقول له يس اهو. طبعا دي اتعملت لان هو عمل له ميرور الاول، فدي دايما بنحاول نخليها في ايدينا عشان من اما يجي نعمل حاجات هيتعمل لها ميرور او حاجه زي كده نخلي التكست في النص عشان اما يتعمل ميرور ما يطلعش بره التكست بره البلوك بتاعي. فنيجي نشوف بقى الايديت عادي هنلاقي بص الاربعه كلهم تمام وزي الفل تمام. طيب هنغير دول بقى، ده عندنا البلوكات دهيت، عايزين نعمل اكستراكت. طبعا احنا هناخد دهوت كوبي ناخد الاثنين دول W1 الماتيريال وود، الهايت 1200 ده 1000 عادي، اللي بعده هيبقى 1200 بس العرض بتاعه 900 وود برضه خشب، الثلاثة دول هيبقوا بلاستيك بي في سي تمام 1200 وعرضه 1200 برضه، خلي واحد فيهم 1000 بس. طبعا هيتغير الرقم ده بتاعه W هيبقى W2 مثلا ها. طبعا ده ما دام الشباك اتغير ده رقم ثالث W3 خليها W4 ستيل جي اي مثلا جي اي يعني جربانايزد ايرن ده بيبقى فاير ريتد او شباك فاير ريتد مثلا بيبقى موجود بيبقى 1200 و1000 برضه نفس المبدا تمام. طيب عايز اطلع الداتا، عايز اطلع الداتا دي في جدول عايز اشوف اللي باين هنا بس الويندو ويندو نمبر بس، طبعا ده تكست عادي مش هيفرق معانا لانه مش جوه مش معانا في الاتريبيوت، ده تكست موجود جوه البلوك. طيب هنعمل ايه؟ ناخد داتا اكستراكشن نيكست، ده بيربط بيكتب الداتا بتاعت البلوكات الاتريبيوت بيحطها فين؟ في ملف خارجي اسمه دي اكس اي، فهنحاول نخلي دايما الاسامي ده بتاع ويندو فهنكتب ايه؟ ويندو تايبس تمام. لازم لو رجعنا للمحاضرات بتاعت الدرافتنج ستاندرد لازم طبعا بتبقى المشروع ليه رقم وليه اسم وحاجات زي كده، الدرافتنج ستاندرد هيعرف الحاجات دي كلها، ولكن احنا بنتجاوز دلوقتي عشان الوقت بس، هنقول له سيف فبيرجع يقول لي طبعا انا هتجاوز عن بعض الحاجات هنا عشان احنا الديفينيشن الاكستراكشن هنشرحه تاني، هقول له نيكست هي اوبجكتس اونلي هنا البلوك اهي، وهقول له ده اللي فيه اتريبيوت بس الاثنين دول فيهم اتريبيوت، انا مش عايز فاونديشن مش عايز الفاونديشن انا عايز اقول له نيكست، دي الداتا كلها مش عاوزهم كلهم ولا عايز هنا، انا عايز بس الاتريبيوت ده اهو، ظهر لي الاتريبيوت اللي انا عايز اخده، اروح معلم عليهم
كلهم انا عاوزه. ادي الماتيريال ويندو ماتيريال الويدث والنمبر والهايت. تمام نور نيكست. ظهر لنا كل حاجه اهو، ده الكاونت وده البلوك نيم. مش عايز اظهر البلوك نيم عندي، الماتيريال انا عايز الويندو نمبر الاول هحطه، هسحبه هدوس عليه واسحبه كده، اسحبه 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 لغايه لما يجي في الاول، وبعدين الكاونت بعديه، وبعدين الويدث الاول، فعايز اعمل سورتنج للويندو. وبعد كده في الكولوم سورت اوبشن هنا، هنا بقول له نيو واحد جديد، انا عايز هنا عندي الويندو نمبر، عايز بعديه الماتيريال السورتنج الاول ويندو نمبر. لو اتنين تشابهوا زي دول يبقى انا عايز بالماتيريال. طيب واحد تاني عايز بعد كده بالويدث، وبعد كده الاخير خالص اللي هو الايه الهايت ومش عايز الكاونت خلاص، اقول له اوكي اهو راح مرتبهم لي تنازلي بالمنظر ده. يبقى دبليو 1 هو ده، انا عايز الماتيريال اهم حاجه الاول عشان اجمع الماتيريال كلها مع بعض الاول، وهكذا و اقول له نيكست. هنا بيقول لي في اتنين اوبشن، يا اما تعملها اكسل شيت او داتا اكستراكشن تبقى تيبل في الجدول هنا. اقول له في سوري تيبل في في اللوحه، اقول نيكست. التايب تايبس تمام. نيكست يقول لي فينش، اقول له فينش خلاص انا عايز كل الداتا اهي. شايفين يا جماعه في جدول ظهر اهو، نخش عليه بقى نشوفه عامل لنا فين. ايوه شايفين يا جماعه جايب الجدول بالحاجات دي كلها. طيب عملنا شبابيك تانية كوبي الحاجات دي كلها، هي هي كده المفروض الجدول يتضاعف بس العدد اهو. نعمله ازاي؟ نقول له رايت كليك في ابديت تيبل، راح مضاعف العدد اهو. طبعا شايفين علامه القفل دهيت معناها انه ايه الجدول ده مربوط بحاجه داتا موجوده في اللوحه. طيب تيجي نغير في الداتا دي، هناخد ناخد ده كله كده ونخلي الجداد بقى، هنخلي العرض بتاعهم ده 1400 تمام، وده الماتيريال بتاعته بي في سي. اتنين ستة واتنين تمانية واربعة اتناشر دول نعدهم كده اهم موجودين هنا، هم فعلا 16 بلوك. شايفين يا جماعة اهو 16 بلوك 18 بلوك تمام. طب احنا قلنا ان احنا غيرنا الداتا في الجداول ده، هي في البلوكات دي غيرنا الاتريبيوت، تيجي نغير تاني هناخد دول كمان ونغير الداتا بتاعتهم. الهايت هيبقى ثابت انما الويدث هيختلف، هنقول مثلا ايه 1300 تمام. هاجي على الجدول بقى، الجدول ده هو كام؟ 1 2 3 4 5. طيب هنعمل له ابديت بقى ازاي؟ نعمل له ابديت، هنعمل رايت كليك عليه ونقول ابديت تيبل داتا لينك اهي. راح اعمل كام؟ شفتوا بقى يا جماعه عمل ايه كتير ازاي؟ جاب كل حاجة وبالتسلسل برضو، W1 الأول W2 3 4 ساب الكاونت ما عملوش سورتنج ليه، لكن عمل في ال W1 أهو عمل البي الأول. حاضر حاضر يا باشمهندس علي. طبعا ال W1 فيها خامتين بي في سي والود، راح جاب البي في سي لأنه البي ده ال W أهو، مد 2 و3 بي في سي بس، أربعة فيهم جي أي، ثلاثة جي أي، واحد بي في سي. بعد كده عمل السورتنج نفس المبدأ بالويتس وبعدين الهايت. طبعا كده في البلان يا جماعة بقى لما نيجي نعمل ممكن نعمل حصر براحتنا. طيب الاتريبيوت ده ليه حد؟ لا طبعا ملوش حد.
ممكن تفتح براحتك اللي انت عايزه فيه. طب هنيجي بقى نصغره ده على قدنا بقى عشان ايه نظبط البلوك بقى يبقى بلوك حاجه محترمه كده شويه. ده كله مش فارق معانا، التكست هنشيله لان كل ده انفيزبل كوم، هنروح عاملينه تحت شويه كده ماشي، ونجيب ده هنا كده عمليه تنظيم بس يعني ليس الا. اهو نصغر البلوك بقى على قدنا ونخش على التكست ده نفسه ونعمله الجستيفيكيشن بتاعه، نعمله ميدل سنتر اهو، وناخده من هنا. عايزين نحطه في السنتر يا جماعه ازاي؟ بنعمل بيك ليه وبعدين نعمل شيفت، ندوس على زر الشيفت اهو ورايت كليك، هيظهر لي قايمه ثالث واحده ميد بوينتس بدون بوينتس اهي، هختار ما بين بقول له ما بين النقطه دي والنقطه دي، فراح جايبه لي في النص. تمام كده يا جماعه، اقول له اوكي سيف سيف عملها. طبعا ما تغيرش مكانه لان هو يعمل له اتريبيوت سينكرونايز سيلكت اهو. تمام كده يا جماعه، باقي الاتريبيوتس مش باينه لان هي عاملينها انفيزبل، فخلاص مش هتبان. ولكن دي هي دي في حاجه زي كده يا جماعه مشابهه في الـ في الـ في الاتريبيوت في سوري في الريفت. ها يا جماعه ايه رايك اقتراحاتكم؟ في حاجه في الريفت زي كده؟ هي دي بدايه البيم، بدايات البيم ان احنا بنحط الداتا في كل يا باشمهندس. احنا بنحط في الريفت تاجز برضو مختلفه عشان نحط فيها الداتا بتاعت الماتيريال. هنا نفس المبدا، لما نعمل بلوك هنعمل فيه التاجز دهيت، هتبقى طبعا الاوتوكاد لانه مش متعرض الخطوط ما فيهوش حاجات زي كده، ولكن هتبقى في الاتريبيوت والبلوكات هتبقى فيها التاجز موجوده كاننا بنعمل فيها بيم بالظبط. نبتدي ممكن نبتدي البيم في حاجه زي كده في الاوتوكاد. تمام يا جماعه، طبعا هي الفكره طبعا هتكون صعبه شويه في الاوتوكاد، ولكن يعني احنا بنحاول ايه نوصل بيستغل القدرات الموجوده. الاسكاد والباراميترز احنا شرحناها في الدايناميك بلوك. طب ممكن نخلي الاسئله في الاخر، الاسئله العامه دي نخليها في الاخر. حاضر. هو المهندس ماهر بيسأل على البارامترز والاكشن، قصدك على كده؟ البارامتر احنا شرحناه في الديناميك بلوك امبارح، احنا ممكن نعمل طبعا استريتش هنا ونكبر براحتنا يعني. باشمهندس حسن، انا اقصد ان السكادولز والبارامترز في الريفت شبه الاتريبيوت في الكاد يعني. نعم اه السكادول بتاعه مسميات هنا مختلفه عن هنا، فما بيقولوا ايه ما بيقولوا الشطره بتغزل برجل الحمار برجل المعزه مثلا، فاحنا بنحاول نفس المبدا نحاول ناخد الحاجات دي ونعملها ماشي. طيب كده تمام يا جماعه لحد هنا اللي يشبهها في الريفت. تمام نرجع بقى خلصنا عملنا اكستراكتنج اتريبيوتس. طبعا الموضوع الداتا اكستراكشن ليه موضوع تاني لوحده يعني تلوش اهو، فطلع هو اللي بعده على طول. نخش يا جماعه النقطه اللي بعدها. تمام ولا تحب تاخدوا وقت تجربوا فيه؟
هنسال باشمهندس عماد. تمام كده يا جماعه؟ نبتدي في الـ Data Extraction. تمام، المحاضرة مسجلة وهتكون موجودة على البلاي ليست الموجود عندكم، هتنزل فيه زي المرة اللي فاتت واللي قبلها. اللي قبلها طبعا المرة اللي فاتت دي قبلها عشان كنا الموضوع واحد اللي هو الـ Dynamic Block، فهو نزل فايل واحد. إنما أول محاضرة كان كذا موضوع، فكل موضوع نازل بملف لوحده للتسهيل طبعا عشان الفرجه وعشان الوقت طبعا في الشبكات والحاجات دي كلها. تمام ماشي. الداتا اكستراكشن كنا لسه بنتكلم على شبكه الريفت. الداتا اكستراكشن دي تقريبا زي السكادول في الريفت تقريبا، اللي هي البارامترز واللي لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي ايه بارامتر والسكادجول. تمام، البلوكات نقول له قيم التولز في داتا اكستراكشن اهي. ايه رايكم ناخد اللوحه دي نعمل لها سيف دلوقتي ونعمل لها سيف لوحات في اللوحات اللي فيها الابواب والشاهد مثلا والقواعد والشبابيك دي مثلا في كذا لوحه، فانا هخليها درونج 02 مثلا وكده. هنفتحها ونقول له افتحها لنا نشوف هنفتح ليها ازاي. اهو كده لوحتين معانا موجودين، هنغير في واحدة فيهم ونخليها كلها الشبابيك كلها 800 عشان يبقى باين الفرق كبير قوي وباين. هنسيب كل الداتا زي ما هي. تمام كده يا جماعة؟ طيب نسيف عشان الداتا اكستراكت بيطلب منها تسيف. هنطلب بقى نقول له ايه داتا اكستراكت. لو انا عامل قبل كده داتا اكستراكت واخدها من هنا بيقول لي بيوز بريفيوس، فانا طبعا عامل واحده اللي هي الويندو تايبس دي. دي بتعمل عليا ايه؟ بتسهل عليا الخطوات اللي بعد كده، بس انا مش هاخدها دلوقتي عشان هنبتدي من الاول خالص. طيب داتا اكستراكشن لو موجود واحد، طبعا ده بنعمل واحد جديد بس هنستعمل اللي قبل ايه بريفيوس، واحد موجود قبل كده. هنا نعمل واحد جديد خالص، هنعمل سوري اللي موجود هنعدل فيه. عايزين نعمل كريت من الاول عشان نشوف الايه الفرق بتاعنا في ايه. نقول له نيكست، يقول لي عايز تحطه ايه؟ هقول له ويندو تايبس داش 2. تمام، بيقول لي عايز تو اد فولدر ولا اد درونز. لو عايز اد فولدر طبعا ده اكسبت، بيحسب لي بيقول لي عايز اوتوماتيكلي انكلود النيو درونز، يعني لو حطينا في الفولدر ده بلوك فايلات تاني هتدخل معانا في الاكستراكت ولا لا. اهو include subfolder yes utilize wild card اللوحات اللي عاوزها ايه. فطبعا دي كلها انا مش اختيارات انا مش عاوزها، انا عايز الايه الدرونج. عايز اخد اللوحه الثانيه اللي موجوده على الديسك توب اللي هي اسمها درونج اهي، اللي هي درونج 2 دي اللي هي نفس المبدا اللي كنا شغالين عليها. نقول له اوبن، فمديني اللوحات اللي واخدها. نحط اد فولدر، ناخد الديسك توب برده بالمره اهو، لوحات الديسك توب كلها سيرتش حاجه ثانيه. ماشي، هقول لانه بختار فولدر مش بختار فايلات، فهقول له اوبن هنا كده راح جه. بقول له اوكي. بص انا بيحط يا جماعه هيحطهم طبعا دلوقتي، هيحط لوحات الاوتوكاد الموجوده على الديسك توب. هو زعل منه
نقول له drawing. نحط هنا لوحة. نحط drawing 2 هنحط بتاعتنا احنا بقى اللي هي موجودة في اللوحة نفسها. في السيتنج طبعا لو علمت لوحه هنا واقول له ريموف هيتشال، فلو في كذا لوحه هنقول له اد درونجز ثانيه عشان نشيلها اهي زي دي مثلا، نقول له اوبن اتحطت اهي، فعايز اشيلها اقول له ايه ريموف، ود يو لايك اقول له يس. السيتنج بقى اكستراكت اوبجكتس فروم بلوكس ولا فروم اكس ريف، طبعا انا عايز اكس ريف ولا لا، في البلوك كاونت ولا الحاجات دي كلها يا جماعه نقراها بالراحه ونشوفها. ماشي يا جماعه، هنقول له نيكست، بيقعد يقرا اللوحتين اهو دلوقتي. بص اللوحه دي اللي شغال عليها اهو دلوقتي، ايه ده فورف ستوب، لا بس وطبعا حمل الفولدرز كلها اهو، فولدر يا جماعه اهو، فهنشيله عشان ايه من فين يا باشمهندس ادم، نبتدي من الاول خالص تاني. انا عايز اخد الداتا اللي هنا، انا عندي لوحتين مفتوحين اهم 02 ودرون 2، عايز اخد منهم داتا اكستراكت منهم هم الاثنين، احنا غيرنا في لوحه منهم واللوحه الثانيه ثابته زي ما هي، هنقول له داتا اكستراكت في واحد شغال عايزين نعدل عليه جاهز ماشي، او هنعمل واحد ايديت اكسيستنج واحد موجود، فنعمل واحد لو قلت ده هيقول لي طب اختاره ماشي، فانا مش عايز، انا عايز واحد جديد، قول له نيكست جديد، لان هو بيتعمل الداتا بتتحفظ في ملف خارجي اسمه كذا دوت دي اكس اي، تمام اهو ظهر لنا الشاشه اللي بيقول لي درون شيت او شيت ست انكلود كارنت درونج وسيلكت اوبجكتس ان كارنت درونج، لو عايز اوبجكتس بس الفايل كله، طبعا هسيب دي لان انا عايز الفايل كله الدرون ازاي، طبعا هحط الدرون بقى اللي هو ده وهقول له اوبن، راح فاتح الاثنين هنا اهم، ده الكاتب اللي هو الكرنت دروينج وده الفايل الثاني، وهقول له نيكست. دي ممكن نستعملها في ايه يا جماعه؟ مثلا عايزين نعمل جدول ال او دي ليست اوف دروينج، جدول اللوحات، فانا لو انا عامل الاتريبيوت، لو عامل التايتل والداتا بتاعت الشيت ركبت من هنا باسمها، تمام كده يا جماعه الحته كويسه الحته دي كده، عندنا لوحتين هقول له نيكست، فبيقول لي انت عاوز ايه، انا اقول له هنا نفس الحكايه واللي فيها اتريبيوت، طبعا الاثنين فيهم اتريبيوت بس انا عايز الويندو بس، هشيل ده هسيب ده هقول له نيكست، هنا بيطلع لي كل الداتا من هنا اهو، هلغي اللي موجود واسيب الاتريبيوت بس، هنا 3 دي فيجواليزيشن فيجواليزيشن اهو، طبعا دي مش موجوده عندنا الفيسز والايدجز والحاجات دي مش موجوده، اللوحه 2 دي مش موجوده ما فيهاش الداتا دي خالص، ده بيجيب بقى الايه الداتا بتاعت الملف نفسه الاوثر والكومنتس والدروينج فيرجن فايل اكسس من اللي فتح الفايل لاست الحاجات دي، وديتر انك تايم اهو الجيومتري دي بيجيب الحاجات اللي موجوده الهايبر لينك كلر، الجيومتري بتاعه ده جنرال سوري الجيومتري، طبعا هي بلوكات بس فكاتب اكس وواي بتاعت اللي هي الجيومتري بتاع البلوكات، احنا مختارين بلوكات بس، المسلينز بقى اللي هي الداتا المسلينز البلوك يونت بس مش عايز حاجه تاني، والاربعه متعلم عليهم هنقول له ايه نيكست، الصوت بيقطع بس الجدول مختاره
وكل حاجة تمام. نفتح شوية كده. طبعا هنا ما ذكرش لانه عايز يجمع جدول، مش فارقه معاه، في اقول له الكومباين راح فرد كل واحد لوحده. كومباين دي يعني لو في حاجه متشابهه ضمها مع بعض. الكاونت كولوم اللي هو العدد، البلوك نيم اللي هو ده، احنا مش عايزين البلوك نيم، مش عايزين البلوك نيم، صوت لسه بيقطع شلون زماني، صوت لسه بيقطع. طب انت ركزت في الجدول من الاول ولا لسه؟ ده اكستراكشن دي من الاول تاني. بس طب انا هستاذنكم بس اخرج عشان اخش على معايا يا جماعة. تمام سامعين؟ تمام. احنا كده ممكن نضيف لوحة جديدة او فولدر كامل. تمام هنقول نيكست. طبعا احنا اضفنا لوحه اللي هي الثانيه، ده 02 اللي هي الكرنت دروينج، دروينج 2 اللي هي الثانيه. نيكست. ظهر البلوكات اللي هنا، عايزين الويندو بس. نيكست. دي الشغل 3 دي بيظهرها لو انت عايز تاخد الداتا. طبعا انا بوريك الجيومتري عشان نشوفها. هنا البروبرتس بتاعت هنا البروبرتس، وهنا الجيومتري الكاتيجوري اللي بناخد منه. عايزين الكاتيجوري اتريبيوت، بيجيب لنا الحاجات الاتريبيوت اللي موجوده في اللوحه، اهي الكاتيجوري بتاعها اهو. طيب الدروينج نفسها دي الداتا بتاعت الدروينج، فاكرين الفيلد؟ نفس الداتا بتطلع هنا اهي، الاوثر مين، مين اللي شغال عليه، لو في كومنت، لو في دروينج فيرجن نمبر، الاكسس وهكذا. فسايز الهايبر لينك، كي ووردز، سبجكت، تايتل وهكذا. دي جنرال داتا تبع الملف اللي هو الملف نفسه. كلر في الالوان المستخدمه ايه، الهايبر لينك واللايرز. طبعا الحاجه دي الداتا دي يا جماعه موجوده، انا اللي عاوزها ولا مش عاوزها هذا اللي بيفرق معايا. تمام. الجيومتري طبعا البلوك الاكس والواي بتاعته، البوزيشن اكس اهو والسكيل اكس، الجيومتري بتاعه. الميسيلينياس بقى اللي هي ايه، البلوك يونت وروتيشن يونت فاكتور، دي للبلوك. طبعا البروبرتيز دي هتتغير حسب بنعمل له داتا اكستراكشن. احنا عايزين الاتريبيوت بس دلوقتي اهو، هنقول له نيكست. جاب لنا الجدول بتاعنا اهو، عايزين نرتبه، فعايزين الويندو نمبر في الاول، بعديها الكاونت، بعديها الماتيريال. هايت والوث، نخلي الوث الاول وبعد كده الهايت. تمام كده يا جماعه. طيب احنا عملنا سورتنج للويندو نمبر، عايز اعمل سورتنج تاني. طبعا ده كده بياخد الباقي عشوائي، فانا عايز اعمل سورتنج هنا برضو. في سورت اهي، سورت كولمز اوبشنز، بيقول لي عايز بعد كده. فانا عايز نفس الترتيب ده، الماتيريال الاول، فهقول له سيلكت كل ما هو الماتيريال الاول، وبعد كده الويث، وهي واحد تاني اللي هو الهايت.
ده مش عايزينه. يبقى هنعمل النود نمبر الاول، بعد كده الماتيريال او العمود السورتنج حسب ايه، حسب زي الاكسل بالظبط كده، زي الاكسل. تمام يا جماعه، ادي الويندو اهو، بعد كده الماتيريال الويث والهايت اكسل بالظبط، وهنقول له اوكي. طبعا لو عايز اغير واحد، عايز ابتدي من ده مثلا الاول اهو، بعد ما ظبطت هنا لقيته ان انا عايز اعمل غير، هقول له موف اب، اقف على واحد واقول له ايه موف اب، هجيبه لي فوق اهو. لا هرجع لونه تاني، انا عايز الويث الاول، العرض الاول، بعد كده ارتفاع، اقول له اوكي. طب كده يا جماعه ظبط معانا، هقول له ايه نيكست. عايزه جدول ولا عايزه في اكسل شيت؟ هنعمل الاثنين. بيقول انت عايز تحطه فين؟ انت اهو. لا انا عايز احطه على الديسكتوب نفس المكان، عشان ايه؟ انا حاطط هنا الملفات الاوتوكاد فاحطه نفس المكان. هقول له نيكست. هيعمل لي جدول، هيعمل لي جدول هنا في الاوتوكاد، وبعدين يعمل لي اكسل شيت بره. الجدول مربوط بالداتا. يعني هقول له نيكست هنا. طبعا احنا لو رجعنا للمحاضره بتاعت الاوتوكاد ستاندرد ودرافتنج سيستم هنعرف الجدول ازاي نحضره، وازاي نعمل واحد جديد خاص بينا كشركه او كهيئه معينه بشتغل بيها معاها، فهي اعملها سيستم ده بتاعنا. اقول له نيكست. بيقول هنا التايتل، هقول له ايه؟ هقول له ويندو تايبس. تمام. بروبرتي نيم عشان يحط لي الهيدر هنا، نفس الحكايه هقول له ويس. بيقول لي فينش، هقول له فينش خلاص. بيقول عايز تحط جدول فين بقى؟ بيجمع الداتا اهو دلوقتي. بيقول عايز تحطه فين؟ فهقول له حطه هنا. تمام. راح ايه؟ مطلع الداتا هي كلها يا جماعه. طيب تيجوا نغير الداتا، ناخد دول كلهم كده. حاضر باشمهندس مصطفى، حاضر هنبعتها لك. حاضر. نغير الداتا، الماتيريال هنخلي ده كله جي اي و1200 عرض عادي وكل حاجه، ودولم بي في سي 800 هنخليهم 900. خلي زي ما هو ماشي. طب يا جماعه نعمل سيف، نسيب اللوحه، نطلع اللوحه الثانيه، نغير الداتا، نخلي ده كله حاجه واحده بقى عشان نعمل الترقيم بتاعنا، يبقى باين ان هو ارقام كتير. ده اربعه، هنقول له الماتيريال بتاعته اسمه جي اي 1200 والهايت بتاعه 1000 والتقويت بتاعه 1000، ونسيف، نعمل سيف برضو في اللوحه دي. نرجع بقى للوحه الثانيه، الجدول بتاعنا اهو، الجدول بتاعنا اهو، حاجه سيلكت عليه رايت كليك، هقول له في هنا اسمها ابديت اهو، همعدل الترقيم ده كله. شوفوا يا جماعه في سته اهو، الارقام الكبيره ظهرت اهي، دي الشبكة اللي حولناها لترقيم تاني. تمام كده يا جماعة؟ حاضر يا باشمهندس، هحط الستاندرد، هحط اللينك بتاعها في الواتساب جروب. حاضر. في نقطة مش واضحة يا جماعة في الموضوع هنا؟ نشوف الموضوع اللي بعده. خدنا ده اكستراكشن، تحب نريح خمسه كده بس عشان الموضوع تاني اللي هو الطباعه والحاجات دي كلها. حاضر. خمسة راحة بس تنظيم معلومات بس بدماغ.
ده لقاء يا باشمهندس مش حصة، ده لقاء، احنا مع بعض وبنتعلم من بعض. حاضر. ابتدي يا جماعة. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس عمرو لو سمحت ممكن ازاي اتكلم؟ اعمل له انميوت ازاي؟ باشمهندس هو ممكن اي حد يعمل انميوت ويتكلم، مفيش اي مشكله. باشمهندس اشرف اتفضل. باشمهندس محمد اشرف ايه باشمهندس، لو حضرتك عايز اي حد يعمل مداخله، اي حد ممكن يعمل ريز هاند ونعمل انميوت. مع المهندس حسام رفع ايده، اعمل ريز هاند. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في نقطة ممكن حضرتك تضيفها، يعني اللي هي ازاي تعمل اكستراكت للاتريبيوت وازاي تعمل اكسبورت وازاي تعمل له امبورت. دي بتاعت الاكسبريس منيو. ايوه بالظبط. انا بصراحة انا لان انا بتعامل مع الاثبات فالحاجات دي ما بستعملهاش قوي، لكن هنخش نعملها برضو اهو. بص يا جماعه، طب في اسئله تانية؟ طيب بص يا جماعه، لو كان عندي بلوكات كتير وعايز اعدل في جزء منهم، الاوتوكاد بيبقى نعم، لو عندي بلوكات وعايز اعدل فيها بس كتيره مثلا من الاكسل او حاجه زي كده، ملف خارجي يعني، ففي هنا حاجه اسمها داتا اكستراكت. طبعا احنا عملناها بالاكسبريس منيو، هنيجي نشوف الاكسل شيت بتاعه. تيجي نشوف الاكسل شيت هو على الديسكتوب ده اللي هو رقم 2 ده اهو يا جماعه. نفس الداتا اللي هناك هي راح مطلعها لي هنا في الجدول بتاعنا كده. واضحة يا جماعة؟ أهي. بس طبعا دي ما بيعملش فيها امبورت واكسبورت، لكن احنا بنخرج داتا اكسل شيت عشان لو عايز اقدمه مع، لو في داتا عايز اقدمها اكسل شيت ولا حاجة. طبعا زي ما قلنا الدرونج ليست بنقدمها بالطريقة دي، يعني مثلا تيجي نجربها الحكاية دي. التول صور له داتا اكستراكت. طبعا احنا عندنا واحد هنظبط عليه اللي هو ده نيكست اهو سيف. طبعا مش بيقول عشان لو موجود، لو هو اكزيست وعايز تعدل فيه، والتاني ده لو هو ايه عايز تعمل له اديت. الفرق بين الاثنين ايه يا جماعه؟ نرجع تاني بس في الحته دي عشان نشرحها باستفاضه. وعندي منين هتلاقي حضرتك
راحت فين؟ انا مش عارف اعملها عشان بس انا اكون ادمن ولا حاجه. طب بس طيب الفرق بين الاثنين ايه يا جماعه؟ هنا لو عايز استعمل جدول معمور محدد وعايز اخده كديفولت اشتغل منه كبدايه اشتغل منه، فهو بعمل هنا بقول له هات الملف ده اهو تمام. لما اجي اشتغل بعد كده اقول له نيكست، هيقول لي ايه؟ هيقول لي طب الجديد بقى عايز تحفظه فين؟ فاقول له برده نفس المبدا اخليه 3 اهو، عشان في خطوات اختصارها في الجدول ما اقعدش اعيدها تاني معاه، فاقول له سيف مثلا زي التنظيم مثلا. طيب الثانيه ايه بقى؟ لو هعمل لو عندي عايز اعمل له اوديت بس، يعني لو خدت 2 ده وعايز اعمل له اوديت بس هتلاقيه ماشي معايا اهو، بيروح معدل وراح ماشي النيكس بتاعتنا كل حاجه، هتلاقي المواصفات كلها موجوده زي ما هي. فانا عايز اعمل له اوديت، عايز احط بقى جديده بره خالص اهو، اذا بقى اضيف لوحه جديده كمان عايز احطها، فاقول له ايه ده اكستراكت اهو، اقول له اديت عايزين رقم ان رقم 3، اقول له ايه سيلكت فايل نوت فاليد عشان مش موجوده في اللوحه دي، انا عايز اعدل 2 هو اللي موجود، اقول له اوبن اهو نيكست اهو شغال عادي، هقول له اد رونجز. اللوحه دي فيها تايتل، اللوحه دي برضه اهو بس دي فيه بس مش تايتل مش نجيب اللوحه من عندي كده ايه فيها ده اللي كنا بنتكلم عليه يا جماعه تنظيم الاسامي اهي. فهخش مثلا اضفنا اللوحتين اهم، هنقول نيكست. طبعا هيبقى اللوحات دي صعبه شويه لانه فيها اوبجكتس كتير ديفرنت يونت سيتنجز وير فاوند، هقول له يس اهو. هنا طبعا عشان دي لوحه شغل بقى الاوبجكتس كلها، فهقول له ديز اهم التايتل اهو هو ده يا جماعه، هقول له نيكست. ده انا بستعملها في المشاريع لما اخلص المشروع وعايز اعمل درونج ليست بعملها بالطريقه دي. فانا اجيب الاتريبيوت كلها موجوده اهي، اقول له نيكست. نيكست 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 فينيش حاضر، هقول الفايل مفتوح فهقول له اقفله حاضر. اهو يا جماعه بجيب الدرونج نمبر برنتبل ديت بتعمل امتى ريفيجن سكيل تايتل 1 تايتل 2 تايتل 3 كل حاجه موجوده اهي. متفقين كده يا جماعه؟ نشوف الجدول الاكسل شيت اهو نفتحه. طبعا دي الداتا القديمه بتاعت اللوحه الثانيه. ظبط كده يا جماعه؟ طبعا لو لما اعدل اللوحات هناك واقول له ايه تمام كده يا جماعه. في نقطه عايز ارجع لها يا جماعه لو سمحتوا،
في الاتريبيوت. لما اجي اعمل اديت هنا الدروينج في الويندو مثلا اهو في البلوك بتاع الويندو في داتا الفيزبل والانفيزبل، دي الفيزبل اهي والانفيزبل ورا بعض. طب عايز اطلع واحده مكان الثانيه هنا، عايز اطلع دي هنا، اعملها ازاي؟ حد عنده فكره يا جماعه؟ تغير ترتيب الاسطر دي هنا، حد عنده فكره؟ طيب مش هتتعمل، ترفع الريز هاند او ترد في الشات على طول، تكتب ايه؟ ممكن تكتب الامر على طول، ترفع ريز هاند. فين الريز هاند يا جماعه؟ السلام عليكم. سامعني يا باشمهندس حسن؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بحاول بقى هو عمل لي الهوست يعني كتر خيره وعمل لي انميت، بس انا مش لاقي الهند فعلا، يعني نفسي اتكلم ومش عارف اتكلم بقالي ساعه ولا حاجه. كنت بس بستاذنك سؤال في الاتريبيوت، انا كنت شغال على اتريبيوت النهارده. بالنسبه لي انا الاتريبيوت انا بحاول اغير الكلر بتاعه علشان انا بعتبره زيه زي الكلر المعماري، يعني انا مهندس ميكانيكا، فبالنسبه لي بخلي الصفحة كلها أو اللوحة كلها على لاير معماري واحدة، لأن أنا بشتغل إيه فيما يخص شغل الميكانيكا. حضرتك عارف بقى شغل الكادكت أو بايبنج أو أي حاجة من الحاجات بتاعتنا دي. نعم. بس غيرت الكالر بتاع الكلام، يعني مثلا لو عندي دايرة متقسمة، مثلا لو بنتكلم بالنسبة للأكسس مثلا، يعني اسم الأكسس رقم الأكسس فوق وتحت، غيرت الكالر بتاعهم، بس الفريم بتاع الاتريبيوت نفسه ما عرفتش اغير الكلر بتاعه. لو انا حابب احافظ على الاتريبيوت من غير ما اعمل له اكسبلود واغير الكلر بتاعه كله للون معين مثلا او لاير معينه، اعمل الموضوع ده ازاي؟ حاضر. البلوك ده يا جماعه هنقول لاير اهو جديد، نعمل لاير هنخرجه اخضر. لو خدنا البلوك ده وديناه على اللير الاخضر دخل معانا وخد معانا كل حاجه. طب انا مش عايز ياخد اللون، طب الحركه العكسيه بقى بتاعته، وده تلاحظوا يا جماعه ان يعني اتغير، لان انا بظبط سيستم حياتي وانا شغال او في ملف الفايل اوتوكاد بظبطه بطريقه معينه بحيث كل حاجه سيستم معين بتاعها شغال. يعني البلوكات بشتغل على بقف اما اجي اشتغلت على اللير زيرو، لما تيجي تعمل بلوك على اللير زيرو عشان كل حاجه تتسرب. امتى يتغير ده؟ هنعمل بلوك اهو، دول هناخدهم يا اما فلاي يا اما بلون. يعني هناخد دي مره مثلا، دي مره بلاير تاني، وده مره دي هنخليها برضو على لاير زيرو ولكن بلون مختلف. تمام. هنقول له سيف، اي تي تي اس واي ان سي. اهو بص يا جماعه هنا عمل ايه؟ خلى كل الفريمات خضراء، انما التكست نفسه الاتريبيوت هنا ابيض وهنا اخضر لان ده متغير. هنا سينكرونايز اهو احمر ازاي؟ لان حطه بلون احمر. حتى لو غيرت اللاير، حتى لو غيرت اللاير، لو غيرت اللاير حتى اهو رجعتهم على اللاير زيرو تاني اهو، لانه واخد بلون ده البلوك الاوبجيكت ده اللي هو الريكتانجل جاي على لاير وده واخد لون. طب هنظبطهم ازاي؟ ندخل عليه ونقول له خلي كل سيلكت اول ونقول له كله حطه على اللاير زيرو، وحط على اللاير زيرو كله باي لاير. بس انا افضل ان انا في الشغل بتاعي عامه بعمل التكست او الاتريبيوت عامه بيبقى لون اخضر، عشان لو حتى راح في اي حته
يبقى لون اخضر موجود ثابت زي التكست بالظبط لون اخضر. ولكن طبعا دي كلها حريات شخصيه فرقه طبعا يعني مثلا نرجعه للون الزيرو تاني عشان ايه لو باي لير ونقول له كلوز سيف اتريبيوشن كولرايز كله خد دول على اللير تاني اهم خد اللير جديد اللون تاني تمام كده يا باشمهندس. طب لو عملنا الالوان باي بلوك خدنا الاوبجكت اهو وخلينا الكالر هنا بدل بهالي على زيرو زيرو برضو لكن هنخلي الكالر اوكي سيف اهو رأيك. لو البلوك هنا كالر عملت له يلو مثلا اهو شكله اتغير ازاي يا جماعه عليك حاضر استاذ حسن. نعم باشمهندس حسن سامعني؟ اتفضل. نعم تمام يعني انا فهمت دلوقتي ان انت بتعمل بالنسبه للاتريبيوت بتخش على البلوك ايديت بتاعه بتغير الكلر او بتغير اللاير بتاعته مظبوط كده؟ ايوه كل الاوبجكت بتحطها باي لاير وكل باي على اللاير زيرو يعني الاوبجكت اهو هيحسب بالظبط هتعمل بروكت. انا شرحت لك الموضوعين ولكن في حالتك الخاص سيلكت عليهم كده على كل الاوبجكت سيلكت اول عشان كل الاوبجكت وتاخد الكلر باي لاير لازم الكلر باي لاير دي الاول. انا عملت لك العكس عشان تشوف الفرق المشكله فين. انا المشكلة بس زي اللي عندك بالظبط تمام انا بالظبط اهو اما بقى الوان اهو هتروح عامله دول عشان لير ناخد لير تاني لير تاني عشان نشوف الفرق اهو هناخد دول نوديهم اللير تاني اللي هو ده اهو شفت خدوا اللير تاني ازاي ايا كان بقى تقعد تاخد دي طيب انا كان تمام. عندي سؤال انا كان عندي سؤال انا في عندي لير فيكس بلوك انت سامعني سامعك اتفضل انا بالنسبه لي مثلا لو لوحه فيها اكتر من اتريبيوت ولتكن لوحه معماري مثلا اللوحه المعماريه دي انا بقراها على لير واحده عشان اقدر اشتغل عليها نعم. او بس من بدون ما افجرها علشان خاطر احافظ يعني افضل استيل محافظ على التفاصيل بتاعت الاتريبيوتس بتاعتها فانا كنت اعرف ان في امر اسمه باتمان باتمان ده يعني هو زي اتريبيوت سوبرفايزوري تمام بفتحه بقدر اغير من عن طريقه فرق اوبشنز مثلا باتمان باتمان كده باتمان كده نعم باتمان ايوه فاهم ده يعتبر سوبرفايزر ايوه بالظبط بغير من عن طريق زي سوبرفايزر على كل الاتريبيوتس بغير من عن طريقها اللاير الكالر اي حاجه ما تخص الاتريبيوت ده بس دايما اقدر اغير اقدر اغير التكست بس اللي بيتغير ما بقدرش اغير الكالر بتاع سواء بقى المستطيل او الدايره او الكلام اللي هو بيبقى ايه كونتينز التكست نفسه هل في حاجه جوه الباتمان او اي اوردر تاني تخليني اقدر اغير مع ان هو نفس الاتريبيوت طب ليه بس التكست اللي بيتغير وما بيتغيرش الشكل بتاع اللي هو حاطط التكست سواء مربع او مستطيل نعم تعمل سيلكت اول الاوبجكت كلها تمام وتيجي على الكالر هنا تقول له باي لير واللير زيرو وتقفل تقول له اتريبيوت سنكرونايز
تمام كده هتلاقي لونه اتغير للاير اللي هو انت كده تقصد اتريبيوت يعني اتريبيوت باي اتريبيوت كل اتريبيوت ادخل لوحده كده كده كبلوك بلوك اه لا بلوك اهو دول اهم هتعملهم كده هناخدهم في اللاير تاني اهم هناخدهم على سوري من هنا اهو هناخدهم على الاحمر اهو بقى احمر اهو تاخد دول على الاخضر اهم على الاخضر ده اللي انت عايزه كده ده اللي بتسأل عليه يا باشمهندس ده ماشي ده مظبوط هو بس دي طريقه العمل يعني ده الدوينج نفسه مش الاندوينج يعني مش الريفرس بتاعها انا كنت بسال على ان انا محتاج اعمل ريفرس هي اوريدي الاتريبيوت محطوطه على كلر او انا بحاول اخليها على الزيرو فبقدر بس التكست لما بعمل كده سواء من الـ من من لو دخلت فتحت الاتريبيوت نفسه وغيرت الكلر بتاعه او لو فتحت البات مان السوبرفايزر وبغير الكلر بتاعه التكست بس بالنسبه لي اللي بيتغير الريكتانجل او السيركل بس هو بيفضل بنفس لون الكلر اللي جاي من اللوحه هل دي بقى غلطه مثلا او تهنيجه في الاوتوكاد ولا لا يا باشمهندس ولا باتمان دهوت بيشتغل على ايه؟ بيشتغل اتريبيوت مانجر بلوك بي فور بلوك تي تي اي تي تي في اتريبيوت اتريبيوت ام اي مانجر تمام؟ بيشتغل اتريبيوت بس طب انا عايز الاوبجكت بقى نفسها هعمل هنا سيلكت الاوبجكت ده اهو البلوك ده ظهرت لي الحاجات دي كلها انا عايز اقول كده بقى دوت اديت تمام ادام جينا هنا بقى هنا الحته اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها ان احنا نرفع ده نخلي ده قبل ده هنعمله هنا وندوس فيه اب اهو راح الويت جاب للوايت اهو هنقول له سينكرونايز اهو هنعمل موف يا جماعه اب اهو موف داون تمام هنخليها قبل الماتيريال تحت موف داون اهي واقول له سينكرونايز تمام واقول له ابلاي اوكي هعمل دبل كليك هنا بقى عشان اعدل اهو شوفوا اللي جه اللي جه الاول النمبر بعدين الويث والهايت والماتيريال طبعا نعمل بلوك ايه تمام كده يا جماعه تمام كده ماشي يا باشمهندس كفايه كده النهارده و نبتدي المره مع في ناس طلبت المحاضرة تبقى صعبة عشان التركيز وفيك يا أخي طيب أنا موجود على في أي وقت في حاجة تانية هتكتب أشعركم الحضور